كيف كان إغلاق البابطين على الشهر؟ جيد، جيد جدا، علما أنه نحن بمجرد وجودنا فوق القاع المكسور 21.5 رجعنا فوقه يعتبر جيد. اللي أعطاه جيد جدا أنه شمعة شهر يناير بلعت شمعة شهر ديسمبر، والسهم يا جماعة لسه يبغاله أشياء أكثر من كده مهمة في يعني في الأيام القادمة. لكن خليني أعطيكم تصوري باختصار شديد لسهم البابطين، هذا السهم اللي هو هذا الحبيب هذا حقنا ده، الله يعوض صبرنا فيه خير إن شاء الله. أنتوا تعرفوا أنه البابطين يعني الحمد لله من نعم الله علينا ونحن متعلقين في السهم أنه مرت علينا 6 شهور اللي ضاغطنا فيها السهم، مرت علينا بسلام، لأننا نحن في شهر 6 شفنا 21.5 وحصل معانا ارتداد. لو تلاحظوا الارتداد اللي حصل كان ارتداد حلو، ودانا السهم إلى 26.40 من 21.5 إلى 23.5 هذه 10%، ومن 23.5 إلى قريب 25.5 26 هذه 20%. حصل هذا الارتداد في شهر ما بين شهر 7 و8، رجع طاح السهم لما رجع السوق ينزل. جينا نحن إيش شفنا؟ شفنا 21.5 كنا صابرين وكسبنا الارتداد الأول، لما نزل بعدين السهم وجينا في شهر 9 احترم قاع 6، لما بدأ يكسر السوق العظام ويكسر 10.500 هنا إيش سوى البابطين؟ كسر القاع هذا وراح الندي يبغى يضحك علينا يعني، لكن الحمد لله أبوك أخوكم أبو محمود لأنه كاشف الشارتات التاريخية ما كان يهمه الكسر كثير، لأنه كان القاع الرئيسي حقه اللي بعد 21.5 هي القيعان الرئيسية حقت عام 2021 و2011 و2012 اللي هي كانت تقرا عند 20-30، وفعلا السهم يا جماعة كان نزوله بطيء وما تأثر كثير، لدرجة إنه لما جاء كسر 21.5 راح فين؟ راح يلامس القاع التاريخي ده، وصل السهم 20 ريال و34 هللة حتى ما كسر 30، والحمد لله في يناير بمجرد طلع فوقها بدأ السهم إيش ينشط ينشط، بس ينشط على قده يعني على مستوى نزوله. كيف نزوله بطيء؟ نشط بطيء. كيف أغلقت شمعة يناير؟ أغلقت بشكل جميل لأنها أغلقت بلعت شمعة ديسمبر، ونحن على اليوم شفنا أنه اقتحم السحابة، لذلك الأمور الحمد لله في البابطين ممتازة يعني جيدة. خلاص تسمعوني دائما أقول صبرنا عليه في النزول وصبرنا عليه في الاستقرار، ألا نصبر عليه الآن وهو صاعد؟ طيب يا أبو محمود وين تتوقع يصعد؟ يعني كيف نتعامل معه في شهر فبراير؟ أنا أساساً لو شفته فوق 21.5 تمام؟ أنا أعتبر نفسي لأني استراتيجي في السهم، أنا ما دام فوق 21.5 فأنا صامد مع السهم يعني عادي، لكن خليني أتعامل يعني معاملة أكثر احترافية، وهذه يخدم المضاربين اللي يتعاملوا مع السهم. طيب أين أغلق؟ أين أغلقت شمعة شهر يناير؟ 22.66 هذا يعني قريب المطب 22.5 اللي أنا اليوم اشتريت عنده الكمية اللي بعتها ب 23، ما داموا فوق 22.5 22.66 معناه نحن في المناطق إيش؟ المناطق الإيجابي المضاربي، ننتظر اقتحام زي ما قلنا على الأسبوعي منطقة الكيجين 23.40. ما هو الهدف المتوقع للبابطين لو شد حيله على في شهر فبراير واقتحم 23.40 اللي هي تمثل نسبة التصحيح 78 فيبو؟ شوفوا أنا عاكس الفيبو الآن عشان أوريكم الهدف اللي نحن الذهبي اللي ممكن نشوفه خلال فبراير لو كان أداء البابطين مرة حلو بتجاوز 23.40. هذا المحور يا شباب الله يعيننا عليه، هذا أهم محور على الإطلاق. شوفوا قريب القمة اللي نحن وصلناها في شهر 8 من قاع 21.5 اللي هي متوسط ما بين 25.40 إلى 26.10، من 25.40 إلى 26، 25.40 إلى 26.10. طبعا تعرف أنه أنا متوسط الحقيقي هنا من فضل الله علي، من كتر ما أنا أفحط في البابطين وأطقطق بالكميات قدرت، مع أنه السهم مرة ما ساعدني، لكن المتوسطات اللي كانت ب 28 ريال في الموجة الأولانية أتخيلوا في 6 شهور
استطعت اني اقلصها قريب 10%، فسار علي البابطين بهذا الرقم. فلما يوصل البابطين الان الى هذا المحور، يا سلام، نحن حق زي ما يقولوا حق الناس للناس كده، نحن عند نقطة التعادل، وهذه هي أهم مقاومة في سهم البابطين على الشهري. لو تجاوزنا خلال شهر فبراير 23/40، تعالوا نحسبها، لو طلع السهم من 23/40 10%، كم نسبته؟ كم يجيب؟ يعني لو خلال شهر تحرك السهم من فوق 23/40 10%، هي ال 10% قريبة ال 26. لو تضرب في الآلة الحاسبة تقول 23/40 في 1.1، هتلاقوا سبحان الله الرقم قريب 26/10. فإن شاء الله تعالى، وهنا يا جماعة أهم محور عندي في البابطة، هنا نخش بعدين في هرجة كبيرة، نصلح الجلسة وفي حالة الاختراقات يعني، ونفتح ملفات جديدة. أنا ما عندي استعداد أفتح الملف ده وأتكلم عليه الآن وأنا ما زلت تحت ال 25/40 أو 26/10، مع إنه الشارت واضح حيبان عندنا إنه في اختراق للترند، لكن أمامنا متوسطات مهمة جدا. هذه المتوسطات شوفوا، يعني متوسط ال 50 27، متوسط ال 100 هذا 27 30، متوسط ال 100 28 30، يعني ممكن ندخل في مشروع ال 10% الثاني لو كان عندنا اغلاق شهري فوق ال 25 40 26 10. هنبدا نفكر بعدها في المناطق دي اللي هي حتكون فولاذيه وقويه، هي اللي حتخلي البابطين يدخل في طفره مره ثانيه، يعني اختراق المسار ثم تأكيدها باقتحام المتوسطات، هنا اللي تخلي البابطين يرجع يدخل في طفرة قوية. أما ما داموا تحت هذه المناطق فنحن ما عندنا المصدر الكبير الفني حتى الآن، لكن المصدر الفني الحلو إنه نحن نوصل قريب 26، وإذا وصلنا قريب 26 أو على النظرية قريب 27، هنا حتكون محك يا جماعة. وأنا قلت لكم احتمال كبير العالم لما تشوف رأس مالها وصلها قريب 27 إيش يسوي؟ ممكن يروحوا يرموا، يقول لك فك، خلينا نفك سهم غثيث. ويا خوفي يا خوفي راعي البابطين يلهط كل المعروض وياخذ السهم ويطير فيه 35 ريال النسبة الذهبي، يخترق المتوسطات هذه ويقفل فوقها ويروح ياخذكم إلى هذا الخط. على فكرة أنا بدي أوريكم الخطوط الاستراتيجية في البابطين، هذه هي الخطوط الاستراتيجية في البابطين، هذا خط قريب 40 اللي هو قيمة الاكتتاب، هذه مرحلة 40 بينها وبين المرحلة اللي بعدها 33 30، شوفوا هذه، أو 33 60 أو 66، هذا اللي أقول 33 65، هذا اللي نجبر الكسر. الخط اللي بعده شوفوا، يعني نحن لما نعدي، شوف لما نعدي مناطق زي هذه 26 نكون في المرحلة اللي أبعادها 33، هذا إذا نبغى نقسم الشارع. طيب تحت ال 26 وال 25 40، شوفوا الخطوط اللي تحت اللي هي كانت اللي قريب ال 20 30 وقريب ال 21 ونص اللي السهم جابها، يعني نحن الآن في الدور الأول، والمرحلة الثانية اللي من 25 إلى قريب 33 هذه الدور الثاني، وبعدين لما نطلع فوق ال 33 إلى 40 هذا الدور الثالث. شوفوا البابطين في موجة كورونا، شوفوا فين أغلق شهريا، أغلق عند نهاية المرحلة الدور الثاني، هذه المحطات التاريخية. لذلك قوة البابطين ستبدأ معانا لو نحن دخلنا الدور الثاني، لأنه هذه لو ودتنا ال 33 ودتنا ال 35 34 حيكون وقتها، يعني بالنسبة لنا من ونحن قاعدين من 21.5 والله جبنا 50 و60% في السهم، شيء حلو. وبعدين لكل حادث حدث، عرفنا الآن إيش طموحنا في البابطين خلال فبراير ومارش، يعني ممكن مو بس في فبراير، ممكن سبحان الله ما نشوف 26 إلا في شهر مارش إذا السهم حيمشي كده بالقطار. بس هذه الأهداف اللي نحن ندور عليها في الشهر، واضحة وصريحة يعني ما فيها كلام، يضغط ما يضغط. مع إني أنا إيش قلت لكم، حتى لو رجع
21 ونص الان، يعتبر كاغلاق شهري، نحن فوق القاع، بس نحن متفائلين بالمؤشرات اللي قاعده تصير على اليوم، وال 23 40 حتكون هي المتوسط المهم اللي على الاسبوع. فدعواتكم ان شاء الله نشهد اغلاق اسبوعي فوق 23 40، بيننا وبينه اقل من 60 هلله 55 هلله، ان شاء الله تكون هي بوابه ال 25 40 استراتيجيا، مع انه في مطب على 24، في مطب على 24 ونص، في مطب على 25، هذه كلها مطبات نشوفها في الشارتات اليومية. أما كشارت شهري والله ما في رقم عليه الكلام، ممكن نعول عليه ونتمنى في فبراير نكون مخترقينه، إلا هو هذا المحور ما بين 25 40 إلى 26 10. طيب